طيب هنبدأ علاج امتى ان شاء الله؟ هو ده اللي كنا بنتكلم فيه. نوال خايفة تاخد الجلسات، مش عايزة تتعالج. ازاي الكلام ده طنط؟ ما ينفعش. ارضيك يا ادهم، ارضيك اتبهدل وبهدلكم معايا يا حبيبتي. معاش ولا كان اللي يبهدلك؟ هو العلاج اصعب، بس من غير العلاج مفيش فرصة انك تبقي كويسة. وبعدين هو احنا يعني ينفع يبقى عندنا فرصة نخف ونبقى كويسين ونقول لها لأ؟ نوال، احنا طول عمرنا على الحلو والمر، وعدينا بحاجات اكتر من كده بكتير قوي. انت كنت دايما جنب الكل، مستكترة علينا دلوقتي اقف جنبك؟ النبي ما تعيطش، النبي ما تعيطش. هتشوف